ورجعنا معكم مستمعينا مستمعاتنا مباشرة على الأصوات في كيدار مع المصروف. غادي نمشيو للرباط ناخذ فاتن 29 سنة متزوجة دخل 6000 درهم سوء التدبير. مساء الخير فاتن. السلام عليكم. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير. كي دايره انت؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله فاتن كلشي بخير الحمد لله. انا عيطت لكم اليوم على سوء التدبير. مرحبا. عندي 6000 درهم هو الصالير ديالي وعندي ما نورمالمون ما عنديش دي شارج لي بزاف، ولكن في لافان دي موا ما تلقى عندي بقى عندي والو. زعما نقدر نقول لكم ان البرنامج خلاني نفيق، كنت كبحال في المسير تنضيع الفلوس ديالي وكثار وليت. شحال وانت كتسمعينا فاتن؟ انا مستمعه جديده ماشي بزاف، هذه عاد شي 15 يوم. مرحبا بك. مرحبا. ما شاء الله. اول نقول لك مرحبا بك فاتن. مرحبا بك. شكرا. في اسره وفي اكاديميه كدير مع المصروف، وكنتمنوا لك مقام مريح ونجاح وتميز. وحنا واحد المساله سنه اللي كنا سنيناها في كدير مع المصروف، اللي كيلتحق بينا كينجح. هذاك شيء الناس بزاف اللي تعيطوا انا كنت ندير الخانات، انا قلت فهمتي منش الناس تعيطوا، قلت انا ما تندير حتى شي حاجه من هاد الشيء، تنخليه تنبقى نضيع الفلوس لا فانديوم ما تلقى بقى عندي والو. و سيرتو ما عنديش فهمتي لي زونكاجمون بزاف، زعما ما دايرت الخانات باش انني نتبعهم وندير واحد واحد القفز ديال الملي نخليه نخبيه. ما دمتي مستمعه جديده ما غاديش ندخل معك في التفاصيل، لكن نعطيك بعض التوجيهات الحاسمه والمهمه. معك ورقه؟ معك ورقه وقلم؟ دابا كاين حداك؟ عندي. مزيان. باش تعرفي الفلسفه ديال البرنامج كيدير مع المصروف، لحقاش يلا اسبوعين باش كتبعي معنا، اكيد ما عندكش التصور العام. غادي نختصر لك التصور العام في كلمات معدوده. في كيدير مع المصروف كنخدموا على خمسه ديال الخانات. واحد الضروريات، جوج الحاجيات، ثلاثه الكماليات، أربعة الإدخار، خمسة الاستثمار. هادو مقيدين ياك. لما كنتكلم على الضروريات الأشياء اللي ما عندي عليها لين، إما كتكون فواتير قارة، الكرة، طريطة، أسميتو طبيب، إلا كان عندي دواء مزمن كان ناخد واحد علاج بشكل دائم، أو الاستهلاك تاع السيارة، يعني فواتير لقارة. كاين الحاجيات، الحاجيات هما دوك النفقات اللي لما كنصرفوهم كيسهلوا علينا الحياه. السي بنساتي انا عندي فريمون واحد البليه اللي هي اللي تدي لي الفلوس، هما الحوايج. كل شهر تاخذني ضروري نشري الحوايج ضروري. ما عندي جوج حوايج اللي زعما شحال كيديو لك تقريبا؟ شحال كيديو لك ديال الفلوس؟ نقدر نقول لك واحد عندي واحد 2000 درهم في الشهر. الله. وما عنديش زعما زعما لي زونكاجمون ما عنديش. عندي نقدر نقول لك السياره عندي البنزين ديالها 1000 درهم اللي هذه كل شهر، وعندي واحد 1000 درهم اللي صنعتها الام ديالي. صافي هادو هما اللي عندي. اصلا تبقى لي واحد 4000 درهم ديالي، وكاع الزوج ديالي تيقدر يزيدني في الاخر ديال الشهر لانه ما تبقاوش عندي فلوس، ضروري ما تزيدني واحد 1000 درهم. عندي واحد اذا المشكله باينه هي في هوس الشراء. هذا كان داك الهوس، داك لافياف غاشتوز. لا واش نقدر نكون مستريسي ولا شي حاجه نمشي نشري الحوايج؟ صافي عادي، هذا هو هوس ديال الشراء. وملي كتشوفي شي حال ما كتقدريش تقاومي الرغبه؟ لا. وملي كتشري ديك الحاجه وكتجيبيها للدار كيفاش يكون الشعور الاحساس ديالك؟ صافي تنولي تعجبني الحال، ملي تنشريها صافي تنولي تعجبني الحال. ولا ما شريتهاش ومشيت للدار وانا ما خديتش ديك الحاجه اللي بغيت، كنقدر لي فراسي وتنقول غدا غنمشي نشريها. وشحال من مره كتلبسها؟ كاين عندك لباس اللي دازت مده ما لبستيهش؟ لا تلبسها، اللي شريتها تلبسها وتبدل. قاعده دايره واحد السيستم الحوايج اللي لبستهم بزاف تنديرهم القدام وتنبقى نقلب الحوايج باش كلشي تيتلبس، ما تنخليهمش زعما غير كنشري وتنحط. غندوز للمرحله الثانيه، شنو هو الهدف ديال فاتن؟ الهدف ديالي كان عندي اصلا بغيت ندير واحد المشروع، بغيت ندير مبان ديال لوكاسيون ديال لي روب ماري، وكنت نقول ديما كيفاش خصني نجمع باش انني نوصل لهذاك الهدف. جميل. دونك مين وليت نسمع لكم وتسمع بان خصني ندير الخانات وخصني نتبع واحد
الاختفاء باش انني نقدر نجمع. قلت هذا هو الوقت اللي خصني انني نعيط لك وندير واحد لوبجيكتيف راسي وملينا لواحد كاع 9 شهور ولا 8 شهور نعيط لي عاود نعيط ونقول لك راني برافو استاذ. استاذ من ساسي شنو بان لك فاتن؟ انا عجبني هذا التعهد بنت لك لا وبنت لك عمليه. اليوم كنت كنطالع على قضيه ديال التغيير. نعم التغيير وهذه من المفاجات اللي غادي نفاجئوا بها الناس اللي كيتابعوا كي داير مع المصروف يحصلوا في لحظه. هذا اللي حصل مع فاتن 15 يوم عاد بدات كتسمع البرنامج وبالتالي القرار في لحظه كيتخذ القرار. لما سولتها دابا عرفنا عندها هوس الشراء. دابا اللي غادي يحد من هوس الشراء ماشي هو الخانه فاتن. نعم الخانات اللي كنقولوا تخصصنا ماشي هو هذا، هذه غير وسيله. اما اللي غادي يحد من هذا هوس الشراء هو هذا الهدف. ودابا غادي نذكر فاتن بدوك الثلاثي الرائع اللي كيساعدني باش نوصل للهدف. واحد هو وجود الرؤيه اون فيزيون. هاي دابا عندك اون فيزيون دابا هاي هي مشروع كيراء ملابس ديال المناسبات. باش تكون الرؤيه كامله خص تحدي امتى. انت قلتي لي من 9 شهور غادي تربطي بين الاتصال، واش من 9 شهور غادي تحقق المشروع ولا من 9 شهور غادي تكوني حققتي واحد النسبه ديال الادخار اللي حطيتي الخطوه الاولى في الطريق نحو المشروع؟ نقدر نكون بعدا اول شريط بعدا واحد بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يساعدوني انني نبدا داك المشروع. رائع. لان اصلا من قبل يعني 9 شهور انا عاقله قبل ما نعيط لكم اصلا قدرت فهمتي دي ريغيرش وشفت الاثمنه ديال داكشي اللي خصني. دونك خصني واحد كاع 9 شهور يكون عندي واحد يكون عندي الماتيريال باش انني غادي نبدا. اذا فاتن كانت عمليه ومشات كتجمع المعلومات وهذه مرحله مهمه في تنفيذ اي مشروع. واخا الرؤيه كاينه. جوج الشغف. لما تنقول الشغف داك الانتوزياسم داك هذا المشروع هذا انت كتباني متحمسه ليه؟ لان خاصه انا سي بنسافي ما قلبت ماشي ضروري خصني واحد المحل باش نبدا. يمكن ليا دابا لي ريزو بالفعل اللي ولا. برافو عليك. باج انترنيت ونبدا ندير لي كاع لي روب اللي عندي. هذه فكره جديده وعدد المستمعات كثير ان شاء الله من مختلف المدن نتمنوا انهم يسمعوا بعنايه الفاتن. تجربة الفاتن. نعم باقي الشرط الثالث ها هو المثابرة. المثابرة كتبان لي انا مستعدة دونك ما غاديش ندخل معك في تفاصيل كثير من هذه الا حاجة واحدة فقط باش نجنبوا داك هوس الشراء وهي مسألة نفسية ماشي عندهاش علاقة بالخانات ولا عندها علاقة بالتدبير المالي. عندها علاقة بتغلب على هذا الهوس. كتستعملي وسيلة نقل ديال الخدمه ولا سياره خاصه ولا كتمشي على رجليك ولا وسائل النقل العمومي؟ لي طوموبيل هي اللي تاخذ لي واحد 1000 درهم ديال الكازوال. الشركه ديالكم ما عندكمش النقل ديال بيرسونيل؟ عندنا ولكن بعيده عليا شويه لانني ما ساكناش انا وصلتيناش شويه بعيده على. ممكن تاخذ السياره حتى لواحد النقطه وتلاقاي فيها مع النقل ديال بيرسونيل وتاخذي وتكملي. حنا كنطلبوا منك فاتن كنطلبوا منك تبقاي معنا. كاين فاصل اشهاري وغادي نرجعوا معك. وحنا دائما مواصلين مع المستمعين ديالنا مباشره على اصوات 0522 77 24 ودائما حنا مستمرين مع المستمعه الجديده العمليه فاتن من مدينه الرباط اللي عندها 6000 درهم عندها البليه ديال الحوايج. فاتن اللي عاد بدات كتسمع البرنامج ولكن انا متاكده من هنا ل 9 شهور ان شاء الله غتكون فاتن واحده اخرى. انا ماشي متاكد. متاكد اس فعلا. وشحال استاذ نساسي اس ان خليها مفتوحه انا. يلا فاتن بقى معنا. طبعا انا معكم. اذا ذكرنا ثلاثه الحوايج الرؤيه الشغف المثابره بقينا هوس الشراء. انا تنقول لك بلي تاخذي السياره ديالك الا النقطه اللي غتلاقي فيها مع النقل ديال الشركه وغتحطي سيارتك وتاخذي النقل ديال الشركه. صافي غادي نطبقها. وتنشكركم بزاف. باقي ما ساليناش معاك. ايوا واخا ملي غادت هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه واحد النهار شي ويكاند جات مناسبه لقيتي نفسك امام شي محل ديال الملابس. دابا كيفاش تتعاملي مع الوضع؟ بكل بساطه الاولى غادا تبداي تسولي راسك فاتن غتقول لك نعم. قول لي هاد البدله هذه ولا هاد الكسوه ولا واش انت محتاجاها؟
الا سكتها سكتات وبغات تقول لك ايه مت ايه قول لها واش ما عندكش طون ديال الملابس اللي ما شاء الله عندك باش تلبسي هذا الفصل والفصل الاخر. غتشوفيها حشمات حضرت راسها. قول لها فاتن انت نسيتي المشروع ديالك ونسيتي التعهد اللي تعهدتي مع برنامج كيدير مع المصروف في شهر 9 شنو الالتزام ديالك. غدا تبان لك فاتن حضرت راسها. قول لها فاتن واش هاد الاموال اللي كتحطيها واش ما كتشوفيش ان استثمارها الان على مدى بعيد اللي غادي يرد لك يعني فلوس كتار وغتكوني صاحبه مشروع تكوني صاحبه دخل وممكن توسعي اكثر وتصبحي من الاثرياء. غتبان لك غتبان لك ابتسمت ديك الساعه. قول لها فاتن اش بان لك غتبان لك ديك الساعه قول لك يلا في حالتنا. اخر حاجه بطبيعه الحال هي ما تبقاش تمشي حضره راسك لما تكوني مكتئبه ولا مضايقه ولا شي حاجه. خلي ارفعي راسك الى الاعلى وحاولي تبتسمي ما امكن وحاولي ما امكنش باش تقضي اوقات رائعه مع الزوج ديالك. عيشي السعاده فاتن. صح انا تلقى راسي رقاتها ولا مقلقه تمشي تسجل انا نشري الحوايج. او هاد المره تقلقي الا كنتي في الدار نوضي جري وسط الصالون وضحكي ولعبي. كاين شي وليدات فاتن ولا باقي؟ كاين شي وليدات ولا باقي؟ لا باقي. الله يفرحك وان شاء الله فش... الله يفرحك فاتن. غادي ننتظروا الاتصال ديالك. احنا في شهر دابا 3 شهر 4 عفوا احنا شهر 4 5 6 7 8 9 9 تعاود تعيط لنا. 9 شهور دارت معنا. عملت 9 شهور 9 شهور اذا عندنا 9 10 شهر 12 شهر 12 غادي ننتظرك ان شاء الله. لا انا تنوعدكم انني غنتصل بكم ان شاء الله جديد وغادي يكون غادي يفرحني وغيصحكم ان شاء الله وكنشكركم بزاف لان فريمون كنت كيبحال فهمتينا عطايا تنخسر تولي تنصمت لكم والنصائح ديالتي بزاف عاد قلت انا خصني عندي اصلا اوبجيكتيف انني نديرو ولكن ما كنتش عارفه كيفاش نتسابق. يلا 9 شهور حنا غادي ننتظروك فاتن. شكرا لك. حنا دائما مواصلين معاكم غادي ناخذوا عماد من مدينه